السلام عليكم يا أخي يا إخواني، أتماشى إلى البغداد ولا تنسى احملوا الرمة، إذا كنتم أم محمد أجيبوا السلام بالنحشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أصلح الضمائر ونقى السرائر، فهذا القلب هائر إلى الطريق الأولى المصائر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأول، حيا بنا أن نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك بالسلام، ثم نصلي صلاة ونصلي سلاما على خاتم الرسل، خاتم الأنبياء، خاتم الكتب، يعني سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور، من الجاهلية إلى الإسلامية، ومن الباطل إلى الحق. طيب، أقوم هنا أمامكم جميعا، سأتكلم قليلا باللغة العربية تحت الموضوع الشبان اليوم رجال الغد. أيها المسلمين والمسلمات رحمكم الله، ظهر أمامنا بين الرجاء والتحدي. الرجاء هنا أننا قد شهدنا نهضة الإسلام ونشره في هذا الزمن بمعمور المساجد والمؤسسات وتعليمات في علوم الدين، بل التحدي الذي تقابل الآن هو ثقافة الغرب بوسائل الكمبيوتر، تلفاز، إنترنت وغير ذلك، وهذه الوسائل تضمن إلى وجهه سلبيا كما قالها دكتور فيردام ويليام، أن بعض أثار السلبية في وسائل الاتصال والمواصلة وثقافة المجتمع. ونحن لا نخاف لو كان تغيير مسيرا إلى وجهه إيجابيا، بل الواقع أن تغيير مسيرا إلى عكسه أي إلى وجهه سلبيا. منها كثير من شبابنا كطالب المدرسة واقعا على بيئة السكران مثل براندي، ويشكي، إكستاسي وما أشبه ذلك، مطابقا ومناسبا بتغيير القول القائل أن المدرسة هي المؤسسة القادرة لترقية العلمية الطلاب المناسبة بنمو العلوم والتكنولوجي، ذكرى لأهمية دور المدرسة في بناء الإنسان الإسلامي ومتخلق بمكارم الأخلاق. فقال الله تعالى في سورة النساء الآية 9، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخواني الأعزاء، ولنخشى ولنخاف لو تركنا أجيالا ضعيفة، إما من جهات المال والجسد والعلم وجهات الحياة، وأخوف ذلك هو سوء الأخلاق. لماذا؟ لأنه سيفسد ويسمم نتيجة جهاد الكريم حتى لا يصير رعاة الأغبار، بل جمة ومؤقتة ومحطمة الأعمار، نعوذ بالله من ذلك. مع أن التاريخ سيخبرنا ويشيرنا إلى الحماس بكل حماس ومستولية عامية الدنيا دين الإسلام. لماذا؟ لأن الشبان اليوم رجال الغد، ونحن شبان اليوم وسوف نكون رجالا وقوة في المستقبل، لذا لتحقيق مجتمع الدنيا عن مجتمعا يعتمد أهله على المبادئ الخمسة،
يطيقنا في أوامر ربهم ويرسخون في المعارف وتكنولوجي. لا بد علينا أن نطبق ونحقق شيئا واحدا، يعني النظام والنشاط. الإنسان مثالي، لا بد من نظام والنشاط في طلب الرزق وتصرف المال في سبيل الله لاستعداد المستقبل الناجح. وعلى العكس، إذا كنا كسلانا ليس لنا نظام، فانتظر الساعة الغامضة والمؤسفة. لماذا؟ لأن الكسل لا يطعم الحصال، والإنسان كسلانا لا يذوق حلو العسل. لا يسرى إلا بعد العسر، ولا جهاد إلا بتضحية. الكسال وقت الشباب، هلاك وقت الكبار. أيها الرئيس هيئة التحكيم والمستمعون الكرام، منذ بداية هذه الخطبة القصيرة إلى نهايتها، نلخص أن المدرسة هي مكان التربية وتعليم الطلاب لارتفاع وارتقاء الإمكانية البشرية. وعلى الشباب، عيش شبابكم بالإيمان والتقوى على الله. احفظوا علاقتكم، عيش شبابكم واحفظوا قلبكم، كما قال آدم في شعيره: احفظ القلب ولا تجعل واثقا، احفظ القلب الفانوس للحياة، احفظ القلب ولا تجعل واثقا، احفظ القلب الفانوس للحياة. اكتفيت كلامي في هذا الليلة، إذا وجدتكم خطأ فهو مني، وإذا وجدتكم صوابا فهو من الله. والله موافق، اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.